وحاجات جميل بدرية السيد. تينا ليلا 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 لا 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 تنا لا 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 لا. ورجعنا لكم تاني وسهرتنا النهارده في الفن اسكندراني عن الفنانه بداره او بدريه السيد، احدى اشهر الفنانات الشعبيات في اسكندريه في فتره الخمسينيات والستينيات. ودلوقتي مشرفنا معانا الاستاذ وجيه ندى، وهو مؤرخ فني وصاحب برنامج اذاعي في اذاعه اسكندريه شهير جدا، هو برنامج كلام ما تقلش الا هنا. هو دلوقتي هيقول لنا فعلا حاجات مش هتتقال الا في البرنامج ده عن الفنانه الكبيره بدريه السيد. استاذ وجيه منورنا. ربنا يخليكم ويخلونا حبايبنا اللي بيحبوا برنامج الفن اسكندراني. والله النهارده احنا يمكن اتجمعنا صدفه بدكتور طارق ان ومعانا استاذنا مصطفى طبعا على العود، وكان طبعا سبق قبل كده معانا استاذنا المطرب الكبير جابر الصغير. النهارده بنتجمع على بدريه السيد. اولا يا حبايبي، بدريه السيد هي بدريه مصطفى احمد الشامي، مواليد رشيد، من اسره رشيديه. فهد سنه كام؟ عام 1930 لما جت عندنا اذاعه اسكندريه عشان تغني. استاذنا حافظ عبد الوهاب في اللجنه اصر ان هي تقول اللون الريفي، لان هي كانت جايه له بجلابيه ريفيه فعلا. فهنا صممت لا انا عايزه اقول اللون الشعبي. فمن هنا طبعا حصل الخلاف. حوالي قد ايه؟ حوالي يمكن سنتين من افتتاح الاذاعه، يمكن سنه 56 بدات بدريه بقى، لان بدريه طبعا بدات تغني على الساحه الفنيه بره من غير الاذاعه. جت بعد كده طبعا استاذنا محمد الحمائي اصر طبعا ان هي لابد ان تبقى موجوده على الساحه، وفعلا عمل لها طبعا الحان كتيره. طبعا انا خليني بس في الاول. نعم. بدايه بدريه السيد. نعم. لما التحقت. نعم. بالاذاعه. نعم. سنه 54 زي ما حضرتك قلت. نعم. مين كانت اللجنه؟ ايوه كانت اللجنه طبعا مشكله طبعا من حافظ عبد الوهاب واستاذنا عبد الحميد حمدي واستاذنا علي نور في الهندسه الاذاعيه، وبرده عبد المنعم شرابي كان موجود معاهم. فطبعا كل دول اختاروا الصوت اللي هو صوته. وكان مين تاني؟ كان فيه الشاعر احمد خميس برده كان من ضمن اللجنه اللي كانت موجوده. فطبعا بدريه السيد وكان معاها اصوات زي اصوات مين؟ زي اصوات زينب عوض الله ورؤية توفيق، وأصوات طبعا قديمة كانت عندنا طبعا موجودة في إذاعة اسكندرية. نجحت بدرية السيد في إنها بتأدي كويس قدام الميكروفون، إنما طبعا اللجنة لها رأي آخر. اللجنة شايفاها بشكلها ده تأدي الأغنية البلدية أو الريفية. والدليل على ذلك إن هو محمد الحماية عمل لها أول لحن له. يعني في اختلاف كبير طبعا ما بين الأغنية الشعبية والريفية. طبعا طبعا. وفعلا أول لحن كان عمله لها أستاذنا محمد الحمائي لما طبعا وكل إن هو يعمل لها ألحان، كان لحن أنا جاية من الريف. وفعلا غنته إنما بقى بدرية بعد كده طبعا بدأت تقنع الإذاعة أو المسؤولين على الإذاعة إن هي تقدم اللون الشعبي. هل ده أخرها يعني لما هم حصروها في الأغنية الريفية؟ نعم. ده أخرها. نعم. شوية؟ أيوه ده أخرها حوالي سنتين عن الساحة. كانت بتغني بره، بتغني يعني في الافراح والحفلات اللي بره. انما طبعا في الاذاعه هي كانت طبعا واخده على خاطرها ان هي عايزه تغني الاغنيه الشعبيه. وبدات طبعا بدريه بعد كده طبعا هي طبعا لما جم من رشيد وقعدوا هنا في حاره بندقه عندنا هنا في الجمرك، وسكنت هنا. بدأوا بعد كده بقى تنتقل بقى من حارة بندقة تيجي عندنا في البياصة زي ما بيقولوا في كرموز، وسكنت فعلا هناك جنب الحاج
الكهان اللي هو طبعا كان بيشغلهم. ومن هنا طبعا بدرية السيد. وبرضه انا عايز اقول للسادة المستمعين ان بدرية السيد انا اشتغلت وراها كورس في عدة حفلات. يعني بدرية السيد كانت من ضمن المطربات المجيدات اللي جادة في عملها، يعني كأنها ام كلثوم. يعني ما اشتغلت معاها بقى في اوج شهرتها. طبعا في اوج شهرتها طبعا طبعا. ايوه السبعينات والثمانينات اشتغلت معاها في السبعينات والثمانينات. وكنت طبعا برد عليها في الحفلات اللي كان بتعملها في قصر ثقافه الانفوشي او بتعملها في محلات اللي هي اللي في الشاطبي اللي موجوده دي كلها كده، قبل طبعا ما 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 ما, ما اجيز يجيز صوتي وادي فن المونولوج او النكته. يعني طب فكرنا بحاجه دي بداره. بدريه السيد اخذت لحن بالاتفاق طبعا من الملحن محمد غنيم اللي هو لحن الاسم والمقدر. ده الفنان الشاعر احمد السمره كان كتبه عشان يغنيه مين؟ يغنيه الفنان عبد الرزاق ابراهيم. فهي طبعا عبد الرزاق ابراهيم سجله في الاذاعه، انما بدريه السيد راحت واخداه طبعها على اسطوانات وبدا يبقى في السوق كل الناس طبعا بيحبوا يسمعوا الاسم والمقدر. بالفل والورد والياسمين رايح لك بالفل والورد والياسمين رايح لك مريت على الحي وانا بايت روايح لك رجعت بالدمع فوق خدي وقلبي يقول رجعت بالدمع فوق خدي وقلبي يقول اسم والمقدر ودوني بسكتك الاسم والمقدر ودوني بسكتك والحب عليا تقدر وبقيت من اسمتك وبقيت من اسمتك اصلك حلواني وخفة ياللي انت شغلتني لفتني بحبك لفة ونستني وفوتني وانا حالف مع شق تاني خلتني افوت حلفاني خلتني افوت حلفاني ده الحب عليا تقدر وبقيت من اسمتك رتتي وبقيت من اسمتك. دي كانت النبتة الأساسية اللي خلت بدرية السيد تشتهر على الساحة. دي أغنية الشهرة. الشهرة بتاعت بدرية السيد. نعم فضل وجيه. نعم يعني فضلت بدرية السيد طول حياتها تغني في اسكندرية. نعم. يعني كانت بتسافر تعمل حفلات. نعم. خارج اسكندرية. نعم. لكن برضو كانت بتحب ترجع تاني. لا بدرية السيد هي احد المطربات اللي عندنا في اذاعة اسكندرية البداية اللي هي اللي غنت من خلال إذاعة القاهرة، يعني تم اعتماد صوتها في إذاعة القاهرة. بس بدرية السيد عاملة زي أستاذنا جلال حرب سكندري، اسكندرية تجذبه أكتر، ما تقدرش تطلع منها. أستاذنا عبد الرزاق إبراهيم برضو، ما أستاذنا عزت عوض الله، كل دول استنوا في اسكندرية ومردوش يكملوا في القاهرة. إنما بدرية السيد على المستوى اللي الشعبي من كل الشعبيات أو مؤديات اللون الشعبي كانت بدرية السيد طبعا في المقام الاول. قصدي ان هي كانت في فترة عملها دي كلها وفترة شغلها، يعني برغم ان هي كانت سكندرية عايشة في اسكندرية بتغني في اسكندرية، اللي هي كانت بتطلب برضو ان هي مثلا تروح حفلات طبعا. ايوه
ايوه كانت بتروح طبعا للقاهره وبتادي طبعا الحفلات هناك في القاهره. وبالاضافه الى مين يعني، مثلا في حفلات كانت حفلات عبد الحليم حافظ، كانت كان يجيبوا شهرزاد ويجيبوا بدريه السيد، يجيبوا مثلا شريفه فاضل ويجيبوا بدريه السيد. كانت بدريه السيد كانت منافسه، بس بس بدريه السيد شايفه نفسها في اسكندريه، انا شهيره في اسكندريه طبعا. واتنقلت طبعا من اكتر من مكان يعني. بدريه السيد طبعا كانت متجوزه عازف الاكورديون الاول عندنا طبعا في اسكندريه، السيد حسين، وهي لقبت طبعا ببدريه السيد نسبه الى زوجها عازف الاكورديون الاول. هل في ملحنين من القاهره لحنوا لها؟ طبعا لا في ملحنين من القاهره، يعني محمود الشريف عمل لها شغل، ما هو ابن اسكندريه. عبد الرؤوف عيسى ابن اسكندريه عمل لها شغل، خليل المصري ابن اسكندريه عمل لها شغل، امال عبد الفتاح بدير ابن اسكندريه عمل لها شغل. بدريه السيد يعني غنت لكل قامات المزيكا اللي موجوده عندنا. حوالي كم اغنيه كده عملتهم بدريه السيد؟ بدريه السيد ممكن مثلا لو احنا هنصنفهم حوالي مثلا 200 اغنيه. ده طبعا بالاضافه الى انها طبعا لا هو العدد ما يتعداش كده. بس هي كانت غزيره في عمل الاشرطه الكاسيت وايام الاسطوانات. الاسطوانات وبعد كده طبعا الاشرطه الكاسيت بقت طبعا ماليه السوق بالاغاني بتاعتها. طبعا في طبعا اغنيه حميده، وفي اغنيه حوده وبحيري يعني مثلا. طب لنا حوده كده. موعودة بحبك، موعودة برموشك وعنيك السودة، موعودة بحبك، موعودة برموشك وعنيك السودة، والله ما خايفة تشمت فيا، والله ما خايفة تشمت فيا، كل بنات الحتة يا حودة يا حودة يا حودة.
دي طبعا من القامات طبعا بتاعت بدريه. وبدريه السيد طبعا عملت برضه حميده اللي شاغلني بقاله زمان، مالي حياتي وقلبي يريده، جاي بالشبكه وجاي كمان صاحبه وردي شايله في ايده. اللي شاغلني بقاله زمان، مالي حياتي وقلبي يريده، جاي بالشبكه وجاي كمان صاحبه وردي شايله في ايده. من الانفوشي وجه علشاني راح يخطبني الليله حميده، من الانفوشي وجه علشاني راح يخطبني الليله حميده، الليله الليله حميده. طبعا بجانب الاغاني المشهوره اللي عملتها بدريه السيد طبعا عملت برامج اذاعيه. عملت برامج اذاعيه طبعا، واشتركت في الصور الغنائيه، العديد من الصور الغنائيه. زي بس إيه؟ يعني